وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فين في المانيا إن شاء الله؟ مانيا الروضة يا باشا. مانيا الروضة تحت أمر حضرتك. الله يبارك فيك. معلش بقى، أنت زي ما أنت شايف الجو عشان امتحانات وكده، فالبنات معايا النهاردة في التاكسي، بما إن يعني معاكم ما تعرفوش أنا شغال النهار والله، يعني مدرس بعد الظهر. التاكسي دي الصبح كده يعني. يلا يا بنانيت. يلا يا مستر. صلة الأرحام في دولتك. السلوك العام في دولتك. صلة الأرحام كده. انا مشطط جام الشغل حضرتك ومشطط ولا إيه؟ انزل ولا ايه؟ لا خلاص. طيب حضرتك بقى تمشي كده عاقل عشان خاطر ايه؟ ما ينفعش. طيب خلاص اخر مره ده؟ لا ولا اخر مره. صلة الأرحام في دولتك. السلوك العام في دولتك. والسيرة السيرة والسيرة باشا. باشا تكلم عشان ما بكلمك. عمو شكله مستفز وعايز يضايقنا، عايز يعطل دراستنا وتعليمنا. لوزر السلوك العام. يلا باشا مش هينفع كده والله. ايه اللي مش هينفع؟ والله ما ينفع. مالك حاجة متضايقني؟ انت جاضي؟ مش عايزك تجد. بقول لك يا باشا جاي من الشغل تعبان عايز اروح. خلاص خلاص ما تضايقوش عمو، هيجيب لكم شكاليتا. ايوه شكاليتا. شكاليتا شكاليتا شكاليتا. لا 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 مش هينفع. طب خلاص العربية بتحود مني يا عم. العربية بتحود مني لوحدها والله العظيم. طب لحظة واحدة ماشي. خلاص ماشي خلاص. ده مش يلا يلا مذيع ولا منذيع؟ لا مذيع يا باشا. مذيع؟ مذيع يا باشا. أكل الطعام في دولتك.